صباح الخير مارون لك وللمشاهدين. يعني أنا موجود بمنطقة الضاحية بالقرب من مستشفى الساحل. اسمح لي أذكر بالأول أنه أصوات المسيرات من صباح اليوم منخفضة جدا بهيدي المنطقة. نحن اليوم بدعوة من المستشفى ابنا بجولة على يعني كواليس هالمستشفى على الأماكن اللي هي موجودة تحت الأرض من غرف العمليات لا غيرها. رح نكون هلأ عم نوفيكم بالصورة. بس أول شيء إلى جانبي دكتور علي حسن شمس الدين. دكتور حضرتك صار لك 33 سنة بتشتغل بهيدا المستشفى. سريعا خبرني شوي يعني عن هالاتهامات اللي سمعتوها وشو ردك على الموضوع. أنا مثل ما عم تفضل حضرتك إلي 33 سنة بشتغل هون، يعني أكثر من نص عمري مقضى بهالمستشفى وبعرفها زاوية زاوية، بعرف كل زاوية فيها وكل طابق وكل غرفة أكثر من ما بعرف البيت عندي. أكيد اتهامات منها صحيحة، باطلة، افتراءات، مثل ما صار بغزة سابقاً عم بيحاولوا يعملوا نفس الشيء ببيروت لضرب المعنويات وضرب القطاع الصحي. وهي المستشفى هي الوحيدة بعدها اللي شغالة بكل المنطقة، هلأ عم نستقبل الحالات الطارئة وعم نعمل عمليات الطارئة. سو بعتقد هيدا بس هلأ دكتور يعني المستشفى تم إخلاءها وتوقفت عن العمل، مزبوط؟ صحيح، هلأ تم إخلاءها وتوقفت عن العمل وعم يتم التنسيق مع وزارة الصحة لنشوف إذا فينا نرجع نفتح وقدي فينا نفتح وإلى آخر. يعني مارون أيضا أود ذكر انه هيدي ثاني مره بيتم اخلاء مستشفى يلي نحن موجودين فيها. اول مره تم اخلاءها اول ما بلشت الضربات على الضاحيه الجنوبيه من بعد قصه البيجرز، وهيدي ثاني مره بيتم اخلاء هيدي المستشفى. خلينا سوا نروح بهيدي الجوله على نعم الكلمه بعد، بس اذا في امكانيه. هاي المستشفى تعمرت بالسبعينات، بالسبعينات تعمرت فوق بيت قديم كان موجود بهالمنطقه هيدي وطلعوا فيها مثل ما حكينا من شوي، اذا بالريبورت موجود هالشيء. وسنة 82 كان الجيش الإسرائيلي بالمس يعني محتل هون، يعني كانوا يعني المنطقة قاعدين فيها. سو كل هاي الادعاءات منا مزبوطة. نعم. نعم، فنحن عملنا هالجولة وخلينا سوا نشوف أرضية هالمستشفى وشو موجود تحت أرضها بالصورة. نحن موجودين هلأ بداخل مستشفى الساحل. هيدا المستشفى يعني يلي تم تهديده وتم القصف الكثيف امبارح حوالي، ويلي اتهموا الإسرائيلية انه هو بيحوي تونلز بتوصل على مراكز فيها ذهب واشياء تابعة على الحزب. يعني نحن اليوم الى جانب دكتور مازن مدير المستشفى رح نكون عم نعمل بجولة بقلب المستشفى وبالأندرغراوند تبعها حتى نكون عم نشوف إذا في شيء أو ما في شيء. يعني دكتور خبرني شو قصة هالتونلز اللي موجودة. أول شيء يعطيكم ألف عافية. نحن عملنا اليوم مثل جولة إعلامية لكل الصحف والمجالات الإعلامية لحتى نأكد أنه نحن ما في شيء بهالمستشفى بدل أو يكون شيء ممكن يدل أنه نحن في شيء تونلز أو بانكرز أنفاق تحت المستشفى. نحن اليوم فتحينها لكل العالم، طبعا موعدين ان شاء الله كمان من الدوله من الوزارات والجيش ان شاء الله حيجوا كمان يكشفوا. ندعي الكل يكشف انه بالمستشفى ولا ممكن بطبيعتها ولا ممكن هي انبنت بالثمانينات على بيت قديم وطلعت فيها لثمان طوابق، فهي ولا ممكن تحوي او تستحمل يكون في تحتها انفاق. ونحن خلينا سوا نبلش هالجوله. خبرني شوي دكتور، يعني هيدا وقت انبنت المستشفى شو اللي كانوا المجرز اللي عم يتاخذوا؟ احد الاطباء يلي كانوا موجودين يلي بلشوا معكم هيدي المسيره كانوا عم بيقولوا لي انه انبنت هيدي المستشفى بترم الاجتياح الاسرائيلي وانه كانوا موجودين برا بالباركينج. 100% دكتور فخري علامه الله يرحمه هو مؤسس هيدي المستشفى، بناها بوقت الحرب وقت ما كان في ضرب وقصف وقرر يفتحها بمجهود بعض الدكاتره معه، الدكاتره بعضهم عايشين حيين بيقدروا يعطوا كمان افاداتهم هون. المستشفى انبنت حجر بحجر فينا نقول. بنيت بلا أساسات وعلى منزل؟ على منزل قديم طبعا مع أساسات، بس هي منا تحت الأرض. يعني نحن أكبر يعني أكثر شيء فيه ممكن توصل فيه هو ماينس 2، وهو أصلا فينا ننزل لتحت ونشوف مثل عم نفرجي بالكل أنه في ماينس 1 نحن هن العمليات غرف العمليات، ماينس 2 هو براد الموتى، وفي عنا باك أب جنريتر اللي هو موتور بما أنه بتعرف كلياتنا نحن المستشفى ما فيها تطفي ولا لحظة دغري بيموتوا المرضى. نحن قبل ما ننزل على الطابق تحت الأرض خلينا نبلش بجولة سريعة بقسم الطوارئ. يعني اليوم أول ما يوصلوا المصابين إلى هيدا المستشفى بيتم استقبالهم مثل ما قادرين نشوفوا بعدسة الزميل توني عدم، بيتم استقبالهم من هيدا الطريق حتى يفوتوا على قسم الطوارئ.
واسم الطوارئ هو هيدا الطابق، في غيره؟ لا، هذا هو اسم الطوارئ، بقلبه 8 غرف. نعم. بيستقبل تقريبا فينا نقول 12 ل 16 مريض بنفس الوقت، ومنه بعدين بيصير في تحويل لطابق عادي لعناية فائقة او على العمليات اذا كان بحاجة لهالشيء. يعني خلينا بس نفوت بجولة سريعة على هيدا القسم. هون دكتور سريعا بس بدي تمشي معي تنلحق. هون شو في هيدا بسموها الميجر روم، هيدا عادة الحالات الصعبة كتير بتجي لهون، هي مجهزة لتكون اسعافات انتنسيف كير، عناية فائقة مجهزة بالفنتيليترز بكل شيء، اكسجين، كل هدول الشغلات لحتى نسعف المريض بالحالات الطارئة الميجر الكبيرة. تسمح لنا نفتح شوي الخزانات يعني نشوف يعني هول الخزانات اللي موجودين هون فيه بس أغراض طبية. ما في شيء يعني، هيدي خزانة. هون في بعض الأدوية يلي هي تستعمل بحالات الطوارئ. تسمح لي كمان رح يكون عن هو للتنفس وللإنعاش. خلينا نكفي على الغرفة اللي من بعدها. ايضا هون بس اذا بتسمح لنا كمان نعمل جوله، يعني هون كمان نحن بعدنا بالطابق الاول، وهون في الخزينات اللي هي هون الكونتوار تبع النورسات، هون اغراض النورسات طبعا، وكل شيء ادويه وادوات طبيه لمعالجه المرضى. الخزينات فينا نفتحها، في هون ستور صغير ما في شيء بقلبه الا شويه جوارير وطبعا ادويه ومعدات طبيه. لكن هون نحن بعدنا على مستوى الارض، خلينا سوا نتوجه على تحت الارض. حوالينا عم بتشوفوا غرف مثل الغرف يلي نحن سبق وشفناها. بتستقبل هون المرضى بكل حالاته، كل حالات المرضى فيها نستقبلها. هون شو عندك دكتور؟ هون غرفة تبديل الملابس، وفي حمام للمرضى. أوكي. وفي كل أزواركم تفوتوا، وفي غير حمام كمان، وهنا بس للموظفين عنا بالمستشفى. أوكي. وهون مكتب طبيب، الطبيب الطوارئ اللي بينام عادة بالمستشفى كمان، في كمان ينام هون كمان. هلا نحن متوجهين لميلة صالون ال نحن هلا متوجهين على صالون الرئيسي تبعول المستشفى، ومنه فينا ننزل على تحت الارض. يا بس توضيح المكان اللي هلا مسكر هو لانه الاسانسير ما بقى عليه كهرباء، بس نحن من دقائق قبل ما نبلش التصوير قدرنا نقطع فيه، كان بعده مفتوح، هو بيوصل دغري على تاني ميل اللي نحن عم نوصل له هلا. مزبوط، هي بس مثل ترانزيت بتمرق من الطوارئ، اذا في حالات بحاجه لتصوير او اي شيء دغري بينتقل بين الاوان. هون قسم الأشعة وسحب الدم. نعم. لماذا عند عمل لي أشخاص هون؟ لأن هدول صراحة من أهل الموظفين إجوا معهم اضطروا يخلوا بوقتها، واضطرينا نحن نجيب. في شخص واحد معنا هون من كمدني يعتبر، لا منه مريض. نعم، خبرنا شو فينا نفوت على هذا القسم؟ تفضل. هون بنسميه هون فليبوتومي اللي هي سحب الدم، ومنه في سحب دم، في خزانات مثل ما بتشوفوا أنتم هون وبرادات، وفي عنا جوا الإكس راي. طبعاً. هذه هون خزانة كهرباء. أوكي. كل شيء محولات. هون كمان أغراض طبية. هدول اليورين، اليورين كاب يلي بيعمل فيهم فحوصات اليورين، البول. ومن هون طبعاً فينا نفوت على الإكس راي، على السي تي، على الأمر. أودية الأشعة. مزبوط. الأمر آي. والبات سيتي، نحن عنا بات سيتي. هون كله نحن بعدنا بالطابق الأرضي. مزبوط. خلينا نبلش نتوجه على المناطق اللي هي موجودة تحت الأرض. تفضل. تفضلوا، هون هذا المدخل الرئيسي. كيف تم اخلاء المستشفى امبارح؟ يعني باي كونديشنز امبارح؟ بعد ما اول ما طلع الخبر صراحه يعني الصدمه اللي كنا فتنا فيها اخلينا بسرعه هائله، بدنا ننزل من هون. الكل اللي قدر يحمل حتى في عالم نسيت ما تليفوناتها، اغراضها، تركوا كل شيء، طلعوا باي سياره بيقدروا يطلعوا فيها وطلعوا بعدوا عن المنطقه. نحن هلا عم نتوجه على الطوابق السفليه. يلي هي شو بتشمل هول الطوابق؟
في الماينس 1 هو بيشمل العمليات، غرف العمليات فقط، اما الماينس 2 اللي هو ناقص 2 هو بيشمل براد الموتى، وفي عندنا موتور او جنريتر باك اب جنريتر للمستشفى. لكن احنا هلا رح نبلش بالناقص 1. من اي ميلي بدك تبلش؟ رح نبلش بالهون العمليات، تفضلوا. لكن هو غرف العمليات، هون مكاتب الموظفين بالعمليات، وهون غرف العمليات جوا. اذا فيكم تفضلوا معنا. اوكي. يعني هيدا هيدا ماب لشو هون دكتور؟ هدول ماب للجرين زون والمورج والريد زون اللي حطت لنا اياها الاكريديتيشن ووزاره الصحه لحالات الطوارئ. طب نحن هون هلا وين صرنا؟ هلا نحن هون ببدايه غرف العمليات. اذا بتلاحظ هون هلا هون كلهم غرف عمليات حنفوت عليها، وهون الريكفري يعني ما بعد العمليات طبعا. خلينا نبلش نمشي بالغرف بالدور. يعني هون هيدي الاوضه اللي تسمى ديرتي روم، يلي هي اي للتنظيفات وغيرها. كمان هون ماشي يعني خزانات فاضيه، هذول كلها بس التنظيفات الخاصه بالعمليات. نعم. ننتقل بنرجع للغرفه الثانيه. فينا نبلش اذا بدكم هون، هون مطرح ما بعد العمليات، هون مطرح ما بيرتاح المريض قبل ما يطلع على غرفته. هي اذا بتلاحظوا في مونيترات استرتشرات ومكتب، في حكيم بيقعد هون بيراقب المريض من بعد العملية. في عنا هون خزانة فيها حمام، وما فيها شيء إلا وفي غير الجوارير، هدول كلهم خاصهم بقلبهم أدوية في حال لا سمح الله صار شيء على المريض، فيهم دغري يأسعفوه ويساعدوه. طيب والغرفة اللي جوا شو دكتور؟ تفضلوا جوا. هدول الغرف نحن عنا 7 غرف عمليات. هون صرنا بقوات العمليات 100%. نحن هون غرف كلها عمليات، اذا فيكم تشوفوا حتى هيدي هون بسموها الاندكشن روم. مطرح ما ببلشوا بنعطي الدواء اول شيء لحتى ينام، يبلش ينام المريض. يعني بهيدي الاوضه بدي اطلب من زميلي ايضا بلكي يقطع ابنا. هون في عنا الاوضه بنسميها الاندكشن روم، لحتى ما ببلش نعطي الانستيزيا البنج لحتى 100%. فينا نبلش الاولي. نعم. الغرفة اللي من بعدها في هون السيريل ستور، يعني هون مطرح تطهر. مزبوط مزبوط. هون السيريلايزيشن روم او السي اس ار بنسميها، هون كل شيء لحتى نعقم ما قبل وما بعد العمليه. طبعا هدول بسموهم مثل افران بتعقم، هدول القصص فينا نفتحها هلا اذا بدكم. فأنا نفتحها ونشوف انه هدول جاونات ستيريل. هلا طبعا نحن عم نفتحهم بس طبعا حيرجعوا يتعقموا كلياتهم من اول جديد، بس هو هدول لحتى ما يفوت الحكيم او المريض يكون كل شيء معقم وما يصير في اي انفكشن على المريض او كونتامينيشن. اكيد. طب هو هيدا شو لوين بيوصل؟ هيدا هو حسب الاكريديتيشن ان هدول بيفتحوا الافرام من ميله لميله، فينا نفوت من ثاني ميله. نعم. نفوت من ثاني ميله ونشوف اذا بدك من ثاني ميله. لكن هون كل شيء اغراض طبيه. كمان من زيت المستلزمات يلي كنا عم نشوفهم وفتحناهم من شوي، يعني هول يلي تستعمل هي بالعمليات. فينا نفتح واحدة منهم عمول معروف كمان لأنه هول مكبار. هذا كارديو باسكولار مثلا ست. غرفة كاملة على للاسف عم نفتحها هي بعد شغل طويل عريض. يعني احتاج ادعى امر ثاني. هدول كلهم سات ميديكال سات سيرجيكال سات. بصير بيقوموا فيها بالعمليات. هدول كل السات بتفوت على العمليه، كل سات كامله بتفوت على العمليه، والحكيم جوا بيقرر اذا في حال شو بده يستعمل، شو القصص بده يستعملها. وهي بتكون معقمه. هلا طبعا هلا ما حنرجع نحطها بمحلها، حنرجع نحطها بمحل ثاني لانه بطلت معقمه. يعني هون ايضا خلوها على التعليم المستلزمات الطبيه. مزبوط. نعم. لكن هون في مثل الماشين اللي شفناها الى جنبنا. فينا نفتح كمان. يعني هول مش ضروري، بس هول هن مثل الاسانسور حتى توصلوا الغراض من طابق لطابق. حسب الاكريتيشن هو في الديرتي اريا والكلين اريا، يلي هي الاريا النظيفه والاريا الغير نظيفه. بيتم تستلم من مطرح وبتخرج من مطرح ثاني كرمال الانفكشن والكونتامينيشن. فمشان هيك نحن اذا فوتها من هون بعقمها بيطلع من ثاني ميله وبفوت من ميله الكلين اريا. اذا فينا بدكم بفوت من ثاني ميله وشوفوا. اكيد. لكن هون ايضا مستلزمات طبيه من زيت الانواع وشراشيف وابر. ما في شيء. لكن دكتور هون نحن وين صرنا؟ هون المطعم عم بيعمل سيرايزيشن للاكويبمنتس والميديكال. بس خليك تقرب لك. اوكي. هون المطرح الاريا اللي بنعمل فيها الميديكال اكويبمنت، بنعمل سيرايزيشن تعقيم. هدول هن الافران. مطرح ما فتنا من هونيك بدخلوهم بيتعقموا وبيطلعوا من هون بيتوضبوا بطريقه
معقمة ونظيفة أكيد. هدول كلياتهم هن هلا كانوا شغالين لحد امبارح. نحن عم نعمل عمليات كنا جراحية طارئة بحسب توصيات وزير الصحة، طلب منا نضلنا فتحين لحتى نخدم العالم وفعلا باقيين. هلا لوين رايحين دكتور؟ هلا نحن خلصنا الماينس وان يلي هو العمليات، هننتقل منه الى اوكي. نحن هون خلصنا الماينس 1 وبدنا نروح على ميله المورج اللي هو البراد الموتى بالناقص 2. مزبوط ناقص 2 يعني الماينس 1 نحن جلنا على كل شيء 100%، ما في شيء بقى بالمره. هيدا شو هذا؟ هون بيودي على الغسيل. فينا نقرب هلا هون مطرح الغسيل والاكويبمنت، هون في حمامات مش اكثر من هيك، ومن هون بنفوت هلا على مطرح الماينس 2. هيدا حمام للنساء في ميل. أوكي. ما في شيء إذا بتحب تشوفه. هون خزانات شو فيها؟ خزانات الموظفين وخزانات طبعاً التعقيم وال. هذا البير لوين بيبدي ليه مقفل؟ غسالات هدول، هدول غسالات أكيد كله بينفتح وما في شيء مسكر. هذا صح هذا. لكن هون هي الغرف اللي بيتم فيها غسيل المستلزمات الطبية، غسيل كل شيء، تعقيم عادي، غسلات، هدول غسلات موجودين. وفي عنا هونيك مطارح للكوي طبعا للمريض لو بده يلبس الجاون تبعوله يكون مكوي ونظيف ومعقم. فهدول غير العمليات، التعقيم طريقة العمليات، هذا تعقيم أقل طبعا من موضوع العمليات. هذه غسلات عادية وشغالين بعضهم لهلا أكيد. خلينا نتوجه لكن على الطابق السفلي عن ناقص 2. ناقص 2 هو آخر ليفل عنا موجود بالمستشفى، ما في تحته شيء أبداً، جراوند فلور على الأخير ما في شيء أبداً. في عنا مطبخ وفي عنا مثل ما قلنا براد الموتى وعنا باك أب جنريتر يلي هو بيساعد. هون شو غرفة النفايات؟ هذا غرفة النفايات كمان العمليات. نعم. زميلي قريب. إذا في عنا سرعة التعبير وسخ وزبالة بالعمليات عادة بيطلعوا من باب العمليات من هونيك وبينحطهم بيتسكر ورجع بيتاخد من هون. كل هدول حسب الأكريتيشن، ما في شيء واحد يفوت نفس المطرح ويطلع نفس المطرح. مثل ما بتشوفوا هون مكتوب مورج وقسم الصيانة وجنريترز يلي هو هون براد الوفيات. عنا جنريتر أو موتور باك أب للمستشفى في حال هذا. وفي تفضل لا خلاص. نعم لكن هون اشرح لي، هيدا اوطى ليفل بالمستشفى؟ هيدا اوطى ليفل، ما في شيء تحته ابدا. هون انبنت، من هون بنت المستشفى وطلعت لفوق الطلوع، يعني هون اساسات المستشفى 100%. هيدا الاساسات، وهذا فينا نحكي هون في غرفه كهرباء، غرفه كهرباء، وهون البراد فينا نفرجيكم عليه. وطبعا فيكم تفتحوا اي شيء بدكم اياه. طب ما في هون عندك ابواب بتوصل على مباني ثانيه، مباني مجاوره؟ أبداً ولا ممكن. هي بطبيعتها للمستشفى اصلا معزوله عن غير بنايات، ولا ممكن يصير هذا الشيء. هيدا اللي تحت الارض نحن هلا حاليا، اذا بتشوف هون البرادات، برادات الوفيات عم نتفتحهم، ما في شيء ابدا. طب دكتور سنتر الاحمدي وسنتر الساحل منهم موصولين على المستشفى تبعكم؟ ولا ممكن، بقول لك امبوسيبل، ولا ممكن يكون موصولين. بطبيعتها للمستشفى هي اقدم من كل هيدول، وهن انبنت. ونحن على فكره فينا بدنا نقول شغله كمان ناكد عليها، نحن من فتره، من تقريبا 10 سنين من تقريبا فترة 10 سنين جبنا دار الهندسة. هذا المورج كمان، باب المورج من هون، باب آخر بيوصل على البرادات اللي هلأ كنا فتناله من أول. مظبوط. من تقريبا 10 سنين وأكثر إجا دار الهندسة ودعم المستشفى، بما أنه هي المستشفى صار لها فوق 40 سنة، جبنا ودعمناها وما كملنا طبعا، صار في أزمة، بس طبعا دعمت كليا المستشفى. وهذا بيجي بأكد انه المستشفى ما في شيء تحتها، ما في غير رمل وصخر مش اكثر من هيك، ولا ممكن يكون في شيء ثاني. هلا نحن وين موجودين؟ بدي ضل قريب مني شوي. اوكي. هلا نحن هون في عنا بير وفي عنا غرفه النفايات. مسكر البليز هذا. في عنا غرفه النفايات، بس نفرجيك الساين تبعيتها. هي هون الساين بتحذر منطقه تخزين النفايات الطبيه.
عنا الكيمو الويست اللي هو ما بعد العلاج الكيميائي من بعد علاجات الغسيل الكلى الأبر الفاضي منه وكل هدول شيء بتم تخزينه عنا هون بالمستشفى. كل مستشفيات لبنان بقانون بلبنان ممنوع نردم، ممنوع نحرق، ممنوع ندفن، ممنوع نكب زبالة المواد الخطرة. فمشان هيك نحن طبعا بيصير في تخزين لها، كل فترة بتجي شركة عبر وزارة الصحة وبتشحنهم لبرا على دول هني متفقين معها كوزارة الصحة لحتى نقدر نخليهم. يعني هوني هيدا البير ما بعرف إذا معقول تبين مع زميلي تحته جوار صحية هولي أوكي. هون فينا نفتح إذا بدك بس نفتح بس شوي بس نحن طبعا ما مننصح الفوت بس طبعا إذا في الكاميرا تفوت هي بس عبارة عن ميديكال ويست وفي شوية في خزان مازوت فيك إذا بدك تفوت أنا بلانز أوكي لسلامتكم طبعا لازم نحن بالنهاية نحن عنا ديديكيتد شخص واحد بس بيقدر يفوت لهون يكمل أكيد ما ينتقلوا الأمراض طبعا محمي بيكون لابس جاون بيكون لابس كفوف بيكون كمامات لأنه ما في من مكان يفوت لجوه على المطار هيدا أوضى ليفل عنا دكتور يعني بس حتى نكون عم نوضح للمشاهد نحن إذا طلعنا هيك وين بنصير خلف المستشفى هذا مخرج خلف المستشفى هون بيطلع من هون بعد الوفيات لما نسلم الوفيات للأسف يعني عم نحكي يعني غمق المستشفى أنا هيدا اللي بدي أوضحه إنه غمق المستشفى هو غمق هيدي الطريق اللي شايفها المشاهد إذا قدرين تشوفوا بالأعلى في ضوء يعني فوق هو ليفل الطريق وغمق المستشفى هو هيدا الغمق البسيط لا اكثر ولا اقل ما في اكثر من هيك المستشفى للاسف يعني احنا كنا بودنا يكون المستشفى بعد اغمق لنكون نساع اكثر المستشفى هالقد غمق هالقد قدرنا نعملها ايام دكتور فخري علامي عملها بهالطريقه وطلعنا طلوع لفوق على الطابق الثامن للتاسع بعد في شيء لازم نشوفه او الصراحه هذا هو كل شيء بالمستشفى فيه فرجيك عليه وفيك تفرجوا شو ما بدكم نحن فتحينا اليوم اوبن لكل العالم لكل القنوات فيهم يطلعوا حتى فيكم تطلعوا على الطوابق الفوقانيه كمان تشوفوا اللي بدكم اياه نحن موجودين لكن هيدا كان المشهد من مستشفى الساحل هيدا المستشفى يعني اللي تم يعني قيل من قبل العدو انه موجود ذهب او اشياء للحزب باسفل المستشفى يعني نعم أكد أنه لها هي مستشفى خاصة وما لها علاقة بأي حزب ولا جمعية أو أي حالة تانية نحن تابعين لوزارة الصحة ومنتزم بقوانين وزارة الصحة مستشفى خاصة فاميلي بزنسية شكرا لكن هذا كان المشهد من مستشفى الساحل.